كبير قوي على لعيبه النادي الاهلي ان هم يجيبوا يرجعوا بالتعادل طبيعي جدا. هم عليهم برضو واحد واحد صعبه، واحد واحد صعبه جدا، ان هم اي هدف للنادي الاهلي يربك حساباتهم تماما، هيضطر ان هو يفتح خطوطه. انا بتوقع ان هو مش هيبقى محافظ قوي كده في ماتش العوده. الاهلي الوداد الوداد تفتكر؟ هيحاول يفتح، هيحاول ممكن في اول مباراه يضغط عشان يخطف هدف، اعتقد كده. ده دي لقطات يا جماعه، الفريق قبل سفره للمغرب ان شاء الله تسافروا بالسلامه وترجعوا لنا بالسلامه، بس ترجعوا وانتوا معاكم الكاس باذن الله. ان شاء الطياره الله. طبعا اتحركت الساعه 7 تماما. اتفضل يا كابتن هاني. يعني النقطه اللي انت بتقول ان الوداد هيلعب بحرص لكن مش بالحرص اللي لعب بيه هنا. لا، هو عليه ضغط جمهور وضغط الملعب وطلب انه يكسب، بيلعب قدام جمهوره، عايز يخلص بدري بدري عشان طول ما الوقت بيعدي بيه قدام النادي الاهلي قول لي فكره ما عمود يأمنش. هيبقى عامل ازاي في المغرب؟ يعني هيبدا المباراه ازاي؟ هيبقى في تحفظ؟ هيستنى النادي الاهلي يبادروا هجمات، ولا هو اللي هيبادر النادي الاهلي هجمات؟ هيستغل الضغط الجماهيري؟ هيستغل صحوه الجماهير؟ ممكن يستغل صحوه الجمهور القوي بتاع المغرب والاجواء بتاعه المباراه، ان هو في اول 10 دقايق ربع ساعه يحاول يضغط ويجيب جون ويهدي بيه المباراه وشكرا على كده. عمل كده في مباراه الاتحاد العاصمه، وعمل كده في مباراه سان داونز. انا متوقع ان هو ممكن يعمل كده، ان هو يتحفظ قدام النادي الاهلي شويه ويستنى النادي الاهلي يفتح خطوطه ويهاجم. اعتقد النادي الاهلي مش هيعمل كده. يعني طب الاهلي مش قول هيبدا لي ضاغط، الاهلي ممكن يعمل ايه بقى؟ مش هنبدا ضغطين. انا شايف ان احنا ممكن نرجع الضغط شويه في نص الملعب، زي ما نقول ضغط متوسط، ونحاول يعني نستدرجهم لنص ملعبنا عشان نفتح مساحات ورا، خصوصا ان احنا بنلعب على ملعب المحمد الخامس دوت، في ملعب واسع كبير قريب شويه من برج العرب، ففي مساحات ممكن تحصل لو هم تقدموا يعني فكره شويه. كابتن حسام ان هو مش هيبدا بهجوم، مش هيبدا مش بضغط هنضغط، على انا ما الوداد. اعتقدش ان احنا ممكن نضغط، لا هنأجل الضغط شويه. يعني في 2012 الكابتن حسام فاجئنا بالضغط لما كسبنا وليد سليمان وجده لو تفتكر. ما هي ظروف مباراه، والترجي كان في حاله غير خلاص، كاس معاه زي مباراه الصفاقسي بالظبط، كاس معاه خلاص، هو جاي مباراه نفس الظروف متهيألي تقريبا تمام، واحد واحد في مصر نلعب العوده، ودي ثالث مره تحصل واحد واحد في مصر، وهنلعب العوده في المغرب. الفرق المغربيه بتختلف بس على الفرق التونسيه؟ تختلف في ايه؟ شويه في في حماس اكتر شويه، تحس انهم حاميين شويه، دمهم حامي، الجمهور واللعيبه الاثنين تمام. ودايما الفرق المغربيه اعتقد كده منضبطه، عندها مهاره فرديه حلوه جدا. فعلا عندهم كذا لاعب عنده مهاره فرديه كويس قوي عاليه ان محمد اوناجم مش بالظبط. هيلحق المباراه، طبعا جابها تقريبا وقفت. هما عندهم اوناجم، احنا عندنا كتير، احنا عندنا احنا حسام كتير، عاشور، عندنا صالح جمعه، عندنا علي معلول. علي معلول. خساره يعني علي معلول الحل ومفتاح حل رهيب، وقف للنادي الاهلي في الجبهه الشمال، لكن ممكن نعوضه على فكره، سهل جدا نعوضه تمام. اسماعيل حداد واشرف بن شرقي هما الاثنين هما اللي بيبقوا شغالين، سهل اوقفه. ودي النقطه اللي انا يعني مش عارف كنت منتظرها انها تحصل في مباراه برج العرب، ومنتظرها انها تحصل في مباراه العوده ان شاء الله. كابتن حسام البدري فاجئنا بيها اول مره يعملها وعجبتني جدا، مستنيها تحصل في ماتش العوده، وهي ان هو يبدا محمد هاني ويعمل رقابه فرديه على اشرف بن شرقي. يبدا بمحمد هاني؟ يعني انت بترجح البدء محمد هاني كظهير ايمن، واحمد فتحي يدخل في العمق الدفاعي في وسط في الملعب وسط الملعب مع السوليه او مع ربيعه على حسب. طب هيلعب على بمين حسب هو مساكين؟ في دماغه مين بقى، يعني هيلعب بمين مساكين؟ ما هو هيلعب على بنجيب حسب، ولا ربيعه؟ ما هو هي دي بقى. لو محمد نجيب جاهز هيبدا بمحمد نجيب وسعد سمير جنب بعض. ويلعب باحمد فتحي بفضل المباراه دي هتبقى مجهود بدني كبير جدا، مجهود فرديه هتبقى فيصل فيها تمام، مع الضغط الجمهوري ده عايز لعيبه خبره شويه بتعرف تاخد كوره وتستخلصها من بدري من نص الملعب. انا شايف ان ربيعه وفتحي جنب بعض في نص الملعب تبقى افضل كتير جدا، حتى عشان اغطي العمق عندي، عمق الملعب عندي ان انا اغطيه افضل. عمرو السوليه مش وحش، عمرو السوليه حلو، لكن هيفرق معايا فتحي بخبرته بقوته ان هو يلعب جنب ربيعه في المباراه دي. وناحيه الشمال، ناحيه باك الشمال شمال، هي دي بقى الافكار، هل يلعب بحسين السيد عشان هو جاهز؟ انت شايف ايه؟ حسين السيد تمام؟ بس مش هيبقى له ادوار هجوميه كتير قوي، يعني مش طالب ان هو يزيد. صبري رحيل ممكن يبدا، مش جاهز. هو حسين الاقرب.
حسين اقرب المباريات، حسين اللي لعب قبل كده مباراه الرجاء. صبر رحيل كويس دفاعيا بطيء مش جاهز. صبري ما هي على حسب بتبدا تقارن وتشوف طبعا التدريبات احنا ما شفناش ايه اللي بيحصل في التدريبات، ده عنصر بيفرق جدا كمان اكيد، احنا ما نشوفوش، كابتن حسام هو اللي يشوفه، هو لما بيختار بيختار بناء على اللي شايفه قدامه بيحصل. حسين سيد اجهز اسرع صحيح، ممكن يكون شويه يعني منفعل، بينفعل ممكن مع المباراه احد اللعيبه يستفزه حاجه زي كده، لكن هو حل كويس حسين السيد كمجهود بدني.